تحية نضالية لجميع الأساتذة والأستاذات اللي جاوا من مختلف ربوع أرض الوطن لتجسيد هذه المسيرة، مسيرة الصمود التي تعبر عن القضية الصادقة والعادلة للشغيلة التعليمية. اليوم الشغيلة التعليمية المتمثلة في هيئة التدريس، الأساتذة وأطر الدعم الاجتماعي والنفسي جاوا اليوم باش يعبروا على الأسف ديالهم والتأسف ديالهم تجاه هذا الوضع المزري اللي كنعيشوا حاليا في المغرب. هذا الوضع المزري اللي كيخلينا نضقوا ناقوس الخطر على المستقبل ديال هذه البلاد، وانه مستقبل ضبابي، وان هذه الحكومه اللي كتسيروا هي حكومه للاسف خصها تقدم الاستقاله ديالها لعده اسباب، من بينها هي انه ثلاثه اشهر كانت غير كافيه للحكومه باش انها تعطينا حلول موضوعيه وحلول علميه ومعرفيه باش انها تخرجنا من هذا عنق الزجاجه اللي حنا عايشين فيه، وكاننا نحن هواه اضراب وهواه احتجاج وهواه شارع، وهذا غير صحيح. نحن ندافع عن حقوقنا بكل ما أوتينا من قوة، ندافع عن كرامتنا وندافع عن مطالبنا. اليوم الحكومة اختارت أنها تجالس النقابات لسبب بسيط، هو الضرب في التنسيقيات والهيئات المناضلة والفاعلة في الميدان لتنقلوا بأنها هي اللي خصها تجلس مع الحكومة. إذا ما يجب التأكيد عليه هو أن الحكومة يجب أن تجلس مع الهيئات المناضلة الفاعلة في الميدان وهي التنسيقيات بكل أطيافها ومشاربها وبكل أسلاك المسالك التعليمية. لذلك نقول هذه الحوارات التنقيطية التي تقوم بها الحكومة هي لا تعبر عن شيء، والدليل على ذلك هي خروج باتفاقات جوفاء، اتفاق 26 دجنبر لا يعبر فقط إلا على المضامين الغامضة وعلى مجموعة من المغالطات. لأن نعطيكم مثال، ما معنى أنك تحيد تقييم بالنسبة للأستاذ وتعطيه بند آخر أو لف نقطة أخرى وتعتبر بأن التقييم هو شرط للترقية؟ يعني ما معنى أنه يصبح التقييم شرط للترقية بمعنى أنه أصبح واجبا؟ أنتم كتعرفوا بأن المستوى ديال التلاميذ تدخل فيه أسباب موضوعية وذاتية اللي هي عندها علاقة بطبيعة الحال بالدور ديال الأستاذ، وعندها علاقة كذلك حتى بالدور ديال الأسرة وبالمجتمع وكذلك بالدور ديال الدولة إن شئتم. إذا ما يمكنش نجيو نحملوا المسؤولية فقط الأستاذ ونقولوا بأنه إلا ما كانتش نتائج بالنسبة للقسم اللي تيقري ولا بالنسبة للتلاميذ هذا سيشكل عائقا أمام ترقيته. إذا هذا في حد ذاته هذه نقطة مجحفة بالنسبة للسادة الأساتذة اللي ما كتخليهمش أنهم يشتغلوا بكل موضوعية وبكل تفاني وبكل راحة نفسية. اليوم تضربوا الأمن السيكولوجي لهاد الناس، الأمن النفسي للتلاميذ، وما مسوقينش. وبالتالي كيفاش نتوما اللي كتعتبرونا بأننا كنعتبروا التلاميذ رهائن؟ راه نتوما اللي كتعتبروا التلاميذ، نحن أصبحنا الرهائن في هذا الوطن وتتعاملون معنا وكأننا أعداء لهذا الوطن، وكأنه إحنا ما كنتساميوش لهذا الوطن وما عمرنا ساهمنا في بنائه. لذلك عيب وعار أن اليوم الحكومة تجيب خطابات مستفزة وخطابات غير مسؤولة باش فقط تبرر الفعلة ديالها ولا مسؤولة، وأنها ما قدراتش تلقى حلول المشاكل التعليمية باعتبار أن التعليم هو المشعل والقاطرة للتنمية في هذه البلد.